أرحب بكم زملائي ومشاهدينا في هذه الوقفة التضامنية لصحفيي شبكة الجزيرة مع الزميلين المعتقلين لدى السلطات المصرية بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ. اليوم يكمل الزميل بهاء 4 سنوات خلف القضبان رهن الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في 22 فبراير 2020 متجاوزا فترة الحبس الاحتياطي القانونية. فور توقيفه تعرض بهاء للإخفاء القسري داخل محبسه، ووجهت إليه تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة. منذ ذلك الوقت تجدد محاكم مصرية حبسه على ذمة التحقيق، ما يشكل مساسا بحريته الشخصية ويخالف ما نص عليه الدستور المصري. الزميل بهاء الدين من مواليد محافظة الجيزة في مصر، وهو صحفي ومترجم وأب لطفلين، وقد عمل سابقا في وكالة أسوشيتد بريس وقناة النيل للأخبار الحكومية ثم قناة الجزيرة مباشر، وبات يعاني الآن آلاما مزمنة في الظهر بسبب ظروف السجن والإهمال الطبي حسب لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة دولية للدفاع عن الصحافة. لا ننسى أيضا الزميل ربيع الشيخ الصحفي بقناة الجزيرة مباشر، وقد تجاوز فترة 2.5 العام في السجون المصرية كذلك. منذ اعتقاله في الأول من أغسطس 2021 بمطار القاهرة ليتخطى هو الآخر فترة الحبس الاحتياطي التي ينص عليها القانون المصري. إذا اعتقل زميلان أثناء ذهابهما إلى مصر لقضاء إجازة عائلية خارج نطاق عملهما، ووجهت إليهما تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وقد أعربت شبكة الجزيرة عن قلقها الشديد إزاء أوضاع الزميلين، كما وطالبت السلطات المصرية مرارا بالإفراج الفوري عن الصحفيين. أدعوكم الآن لمتابعة هذا التقرير الذي أعد بالذكاء الاصطناعي ويروي جانبا من محنة الزميلين. أنا بهاء الدين إبراهيم، الصحفي في قناة الجزيرة مباشر. اليوم أتمم عامي الرابع خلف الجدران، متجاوزا ضعف المدة القانونية المقررة للحبس الاحتياطي بحسب القانون المصري. 4 أعوام دون محاكمة حقيقية وبلا اتهام واضح، من بينها 75 يوما من الإخفاء القسري. نحو 1500 يوم أمضيتها رهن الانتظار بين الأمل واليأس، أيام وأسابيع وشهور كبر فيها الأبناء بعيدا عن عيني، وتجرع خلالها أهلي وزوجتي مرارة التجربة. واليوم وأنا أقترب من إتمام 48 من عمري، هل لي أن أتطلع إلى وضع حد لهذه المعاناة؟ وأن يصبح حلم العودة إلى الحرية حقيقة وواقعة؟ ألم يأن لي أن أعود إلى أسرتي واستئناف حياتي كرجل حر؟ هل يعقل أن تكون تهمتي الوحيدة هي ممارسة مهنة الصحافة؟ ومنذ متى كانت الصحافة جريمة؟ أنا أتشبث بالأمل رغم كل شيء، فالأمل قرين الحرية، كما أحتفظ بالقوة والثبات معتمداً على دعم كل من يؤمنون بقيمة الحرية وبأن الصحافة ليست جريمة. وأنا ربيع الشيخ، صحفي في قناة الجزيرة مباشر، تجاوزت 40 من العمر 4 أشهر، مخصوم منها أكثر من 30 شهراً قيد الحبس الاحتياطي. فهل يمكن أن يطلق على سنين الحبس عمراً؟ يوم الأول من شهر أغسطس من العام 2021 كان يوم عيد، وكنت أستعد ككل عام لقضاء إجازتي في بلدي. حزمت أمتعتي وصحبت أسرتي وجمعت شوقي إلى الوطن. استقللنا الطائرة ووصلنا إلى مطار القاهرة الدولي في المساء. يومها وأثناء إتمام إجراءات الوصول طلب مني الانتظار ل5 دقائق، واليوم أنا ما زلت في الانتظار، وصارت 5 دقائق أكثر من 950 يوماً.
الشوق لأسرتي يعتصر قلبي في كل لحظة، أفكر فيهم دائماً، وكيف أنني لا أستطيع أن أكون هناك لأحميهم أو أساندهم. إن المحنة التي أعيشها لا تقارن بأي شيء آخر. إن السجن هو التجربة البشرية الأسوأ، لكن الأسوأ على الإطلاق هو أن تسجن بلا وجه حق. إن رسالتي كصحفي كانت دائماً هي نقل الحقيقة، ولم أتصور يوماً أن تصبح هذه الرسالة تهمة، وأثق أنه سوف يأتي يوم قريب أشكركم فيه جميعاً على دعمكم وبقائي حياً في ذاكرتكم. لكن وحتى ذلك اليوم أدعوكم ألا تتوقفوا عن ذلك الدعم، وتذكروا دوماً أن الصحافة ليست جريمة. نستمع الآن للسيد سامي الحاج مدير مركز الجزيرة للحريات وحقوق الإنسان. الزملاء الأفاضل والمشاهدون الكرام، نقف اليوم وزميلنا بهاء الدين إبراهيم يكمل 4 سنوات في المعتقلات المصرية، لا بجرم ارتكبه، وإنما فقط بسبب كونه صحفيا وينتمي لمؤسسة إعلامية تجاهر بالحق وتصدح بالحقيقة. سنوات 4 تجرع فيها شتى الانتهاكات، احتجاز تعسفي وعدم توجيه تهم واضحة، وحرمانه من حقه في المحاكم العادلة، إضافة لظروف اعتقاله غير الإنسانية، حيث يفتقر فيها لأبسط حقوقه وعلى رأسها حقه في تلقي العلاج. وما يعانيه زميلنا بهاء الدين إبراهيم يعانيه أيضا زميلنا ربيع الشيخ، المعتقل منذ الأول من أغسطس لعام 2021 دون أي مسوغات قانونية، ويتعرض للانتهاكات ذاتها التي يتعرض لها بهاء الدين. إن جهود شبكة الجزيرة لإفراج عن الزميلين بهاء الدين وربيع الشيخ لم تتوقف منذ لحظة اعتقالهما ولن تتوقف، وإننا بمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان في تواصل مستمر مع شركائنا من المنظمات الحقوقية المعنية بتعزيز حرية الصحافة وحماية الصحفيين وإنصافهم، حيث نتبعهم بشكل دوري على أوضاع الزميلين، ونحن نتحرك مع كل الآليات الدولية المعنية بتعزيز حرية الإعلام وحماية الإعلاميين التي تضمن سلامة زملائنا في المغام الأول والإفراج عنهم وإدانة النظام المصري أمام المجتمع الدولي. ونذكر دائما بأن الصحافة ليست جريمة، وأن الجريمة هي اعتقال وقتل الصحفيين. شكرا السيد سامي الحاج مدير مركز الجزيرة للحريات وحقوق الإنسان. توثق مؤسسات حقوقية عددا من الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين المصريين من اعتقال تعسفي ووضع ضمن قائمة الإرهاب دون سند، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى ضرب الإعلام الحر والمتعدد في وقت تحظى فيه حماية الصحفيين باهتمام مختلف الجهات في كل أرجاء العالم. فسلامة الصحفيين والحفاظ على حريتهم وحياتهم أولوية قصوى لضمان تمكينهم من ممارسة عملهم بصورة حرة ومستقلة وآمنة وخالية من أي عائق. نستمع في هذا السياق أيضا لكلمة للسيد أيمن جاب الله مدير قناة الجزيرة مباشرة. السلام عليكم، تحية إلى بهاء، تحية إلى ربيع، تحية إلى كل قابع في قبو أو مأسور في سجن أو محروم من رزق أو مكلوم في بدن بسبب حرية الصحافة. تحية إلى بهاء الذي يتم السنوات 4 عمره في رحلة الصمود لأجل الحرية. تحية إلى ربيع الذي يجتاز العامين ونصف العام محتجزا تعسفيا دون أدنى تهمة، دون تهمة الإخلاص للمهنية. صمودكما يا بهاء ويا ربيع، صمودكما المشرف يسطر تاريخكما، يرفع رصيدكما، يلهب عزائم المؤمنين بأن الصحافة رسالة لا مهنة ارتزاق، وأن لكل رسالة
ثمن وتضحية. حينما اعتقلتما لم تكونا تنشدان الثمن، لكنكما صبرتما عليه. فالصحفي ليس عدوا للسلطات، بل إن مهنته عند الذين يسعون لنهضة مجتمعاتهم هي إحدى السلطات، ومعينة للسلطات على اكتشاف مواطن الخلل. إلى ربيع وبهاء، يوما ما ستكونان هنا بإذن الله تعالى أيقونتين للصمود الصحفي، مثلما سبقكما وائل الدحدوح وعبد الله الشامي وسامي الحاج وتيسير علوني، والقائمة تطول، ومحمد بدر، والقائمة تطول. وإلى أفراد أسرتي ربيع وبهاء أقول: طوبى لكم صمودكم، وحق لكم أن تكونوا فخورين بهذين المناضلين الرائعين. إن أفضل ما يحلم به الأب أن يكون قدوة لأولاده، وبهاء وربيع صنع خير القدوة من وراء القضبان، وحسبهما احتشاد العشرات من الصحفيين في كل فرصة لدعمهما، والمطالبة برفع الظلم عنهما، والإشادة بنبلهما وصمودهما. وإلى السلطات رسالة أخرى بلغة أخرى، بلغة المصلحة: إن اعتقال بهاء وربيع مغرم بلا مغنم. أي فائدة تجنيها السلطة من أن توصم بترهيب صحفيين كبهاء وربيع، يعلم القاصي والداني ألا انتماء لهما لغير حرية الصحافة؟ ما أحوج السلطات خاصة هذه الأيام إلى إطلاق سراحهما، لتنأى بنفسها عن مربع من يقتلون وينكلون برسل الحقيقة وحملة لواء الحرية. ما أحوج السلطات إلى رسائل الإشادة التي ستستتبع قرار إطلاق سراحهما. لذا أنصح الناصحين للسلطة الحريصين على صورتها إلى إخلاص الرأي لأهل القرار، فالسياسة تقوم على المصالح، ولا عاقل يقول أن الاستمرار في اعتقال بهاء وربيع يصب في أي صالح. إن الاستمرار في الاعتقال يصنع من بهاء وربيع منديلا جديد، فلا تقفوا في صف من أسر منديلا فتنالكم أوصافه، بل كونوا في صف من حرر منديلا فتنالكم إشاداته. وإلى الزملاء الصحفيين في الجزيرة وما وراءها، نعلم جميعا أن المهنة التي كانت يوما مهنة البحث عن المتاعب صارت اليوم مهنة مواجهة المهالك، لكن حسبنا أننا في الجانب الصحيح من التاريخ، وحسبنا أننا نحمل لواء رسالة الدفاع عن الحقيقة في زمن تتكالب فيه ترسانات القمع على وأد الحقيقة. وطوبى لأبناء الجزيرة الشبكة التي تحتوي أبناءها وتدافع عنهم وأسرهم، لا تدخر في ذلك وسعا. وإن الجزيرة لم ولن تألو جهدا قانونيا أو حقوقيا أو إعلاميا لإطلاق سراح ربيع وبهاء، يؤازرها في ذلك كل حريص على حرية التعبير كقيمة، وكل مؤمن بأن الصحافة ليست جريمة. ختاما يعني أبشركم بأننا سنطلق مبادرة لتغطية مشاركة بهاء وربيع في تغطية الأحداث عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، فإن حبس جسدهما لن تحبس أفكارهما. وهو كذلك أيمن جاب الله مدير قناة الجزيرة مباشرة. إذن في هذه المناسبة تندد شبكة الجزيرة باستمرار اعتقال السلطات المصرية للزميلين بهاء الدين وربيع، وتحملها المسؤولية الكاملة عن سلامتهما، وتدعو الجزيرة كل الهيئات المعنية بحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية في العالم إلى الوقوف مع الزميلين والتضامن معهم بكل الوسائل المتاحة، والمطالبة بإطلاق سراحهم فورا، فالصحافة ليست جريمة. أربع سنوات خلف القضبان دون محاكمة. الحرية للزميل بهاء الدين إبراهيم. الحرية لصحفي الجزيرة مباشر.
تذكر الرابعة لاعتقالي صحفي الجزيرة بهاء إبراهيم، وطالب السلطات المصرية بإطلاق سراحه وزميله ربيع الشيخ الذي يعمل لشبكة الجزيرة، وكلاهما معتقلين منذ سنوات دون توجيه تهم ودون محاكمة، وحرما العدالة وحرما حقهما في حرية التعبير، وحرما أيضا حقهما الأساسي بالتواجد مع عائلاتهم وأحبائهم. وباسم المعهد الدولي للصحافة أطالب السلطات المصرية بالإفراج عنهما فورا. في نقابة الصحفيين المصريين نحن نرفع شعار الصحافة ليست جريمة، ولذلك فإن مطلبنا الدائم هو الإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين بسبب آرائهم أو بسبب ممارستهم المهنة بأي شكل من الأشكال. نطالب بالإفراج عن كل الصحفيين، وبينهم بالطبع الزميلان بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ. مرحبا، أنا اسمي رينا ناجس من إسطنبول، أنا باحثة هولندية، وأنا كنت صحفية في القاهرة في مصر أم الدنيا سابقا، ولهذا السبب أنا أناشد السلطات المصرية الحالية أن تلتزم بالاسم والتقليد الجميل الطويل يعني. وعشان كده أنا أناشد السلطات إن إفراج الصحفيين الاثنين من الجزيرة هلا، هما بهاء إبراهيم وربيع الشيخ، مع كل العيون في العالم على حدود مصر يعني على قطاع غزة وعلى رفح، متهيألي في فرصة جميلة مصر ممكن تعمل حلها إفراج عن الصحفيين دول. استهداف الصحفيين أصبح شيء يفوق الوصف، مش معقولة. هنفضل لإمتى؟ الكلمة ضروري، الرأي والرأي الآخر ضروري. الصحافة لن تنطفئ، الصحافة جزوة نار لن تنطفئ، سنظل نعمل تحت أي ظرف. الحقيقة من حق المواطن، من حق المواطن. الزميل بهاء الدين إبراهيم معتقل من أكثر من 4 سنوات بدون تحقيق، الزميل ربيع الشيخ معتقل أكثر من 2 سنين بدون تحقيق. استهداف الجزيرة وصحفيها شيء مش طبيعي، استهداف سالي نبيل كمان كان شيء مش طبيعي. يا جماعة، الصحافة ضرورة للأنظمة مش ضدها. الصحافة علم وفن موجود بقاله أكتر من 400 سنة. الصحافة موجودة مما قبل التاريخ، عندما نتحدث الصحافة الحديثة فيها أكتر من 400 سنة. الصحافة والطباعة مما قبل التاريخ، مارسها المصريون والصينيون. كفاية كفاية، ما ينفعش الناس تتعامل كده. بهاء الدين إبراهيم 4 سنوات وربيع الشيخ 2.5 سنين، ذنبهم ايه صحفي الجزيرة عشان يتحبسوا كده؟ طب اين القانون؟ طب حولوهم يعني، وجهوا لهم قضايا. 4 سنوات بدون قضايا و2.5 سنين بدون قضايا، اعتقال مش ممكن، مش دي، مش كده بتتعامل مع الصحافة. ما زال الزميلين الصحفيين بقناة الجزيرة بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ معتقلان في السجون المصرية بدون أي تهمة ثابتة، اعتقالا تعسفيا في خرق واضح للقوانين الدولية وحقوق الإنسان وقانون الصحافة. كل التضامن مع الزميلين بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ وكل الزملاء الصحفيين المعتقلين في مصر وفي كافة الدول العربية.